نيجي بقى ايه للقصه اللي هي اللي هي يعني قصه مثلا نيجي بقى الخطابات القصه زي حفيدتي وفي صهورس ما الخطاب المتعلق انا قريتها شويه عده مرات هي دي جت الخطا على فكره النشر هي راحت له بالخطا ونشرها طب انا يعني لا معلش كنت عايز اعتذر عنها يا جماعه دي لانها كانت مقال كانت مقال وراحت لا في بقى المقال لسه ما انت كويس طب ما انا بفكر وبيتكلم من غير ما يستاذن لا انا عايز اقول قصه بلا خطا قصه بلا خطا عشان كده نزير هذا الخطأ أو غير الخطأ وانصحك لما تقيت طبعا كتابته تاني مش هي راح وعجبته عشان بنته في تانية سنة تخيلي لا هي ما عجبتهوش هو عشان يخلص الكتاب ويكمل عدد الملازم وانا يعني مش ده الموضوع مش ده الموضوع القصة بتاعت برضو دبابة نوها طب انا عايزه قهوه معلش دبابة نوها قهوه ساده مجرسه يبقى واحد ساده دبابة نوها يعني فتحه في دبابة نوها دي عايز تقول الجيش والشعب ايد واحده الجيش ونوها دبابة نهى لا وانا حاضر انا عشان خاطرك حاولت مره لا يعني عايزه تقول القصة انه الضابط الرجل الظريف الضابط لما عطلت العربية نزلوا غيروا الكاوتش دي القصة دي القصة الضابط الظريف الذوق اللي لما البطل بتاع القصة العربية عطلت الكاوتش العجلة نامت نزلوا من على الدبابة وغيروا له الحقيقة الخطاب هنا خطاب يعني في مشكلتين في القصة في مشكلة الخطاب اللي هو ممكن زوج تاني ما يعملش كده دي مسألة لا يتم التوقف عندها يعني انا مثلا انا لما السجن واحنا رايحين سجن الاغماض كان لهم حر زي ده كان في شهر اغسطس فصلت مع ابن الدوله قلت له انا ما بحبش اقعد في العربيه من ورا الصندوق ما بحبش اقعد في مكان مغلق فقال لي طيب بس لما نطلع برا القاهره هاخدك وقعدك جنبي انا والصندوق ده ذوق منه هو راجل ذوق في حاجة تتعلق بشخص وفعلا لما طلعنا برا القاهرة ورحنا كده دخلنا طريق الأجنبية وقف العربية وجاب لي حاجة ساعة كمان وقعدني جنبه جميل وهم بقى أفرجوا عني وأنا رجعت فقلت أقول للضابط الكلام ده قال لي ماليش دعوة لا دي تعمل قصة ولا دي تعمل قصة إلا لو أضيفت إليها أشياء بالظبط أحداث تانية أشياء أخرى تصنع منها قصة دي حكاية حصل الحاجة التانية عندما نكتب نحن نكتب دائما لقارئ مجبور يعني دي مسألة أو نبدة عموما وده اللي بيخلي في كتاب عالمي وفي كتاب مش عالمي طيب الاحداث اللي جرت في هذه القصه مش جت في السياق هي المدرعات رايحه جايه تمشي في الشوارع لا المدرعات مش رايحه جايه تمشي في الشوارع ده في ظروف معينه اثناء ثوره يناير شفنا الوضع ده مش كده
لما اجي اكتب للقارئ، لما اجي اكتب للقارئ عن المدرعه اللي قابلناها والعربيه العجله نامت، لازم اقول له الاتموسفير العام اللي حصلت فيه هذه الوقائع، لان ممكن القصه دي يقراها حد في الاسكيمة، مش ممكن يقراها حد في الاسكيمة، ممكن تترجم وتقرا في الاسكيمة، فبتاع الاسكيمة وزي بتاع اي حته مش هيفهم مغزى هذه القصه اللي هي هنا مش قصه قصيره، انما لو اتعملت ضمن سياقها، ضمن سياقها اللي بيخلينا بنقول ها انه الجيش عندنا لا مش زي الجيش في امريكا اللاتينيه، احنا الجيش عندنا كل الناس، ليه الضابط عمل كده؟ لان كل الناس بيتجندوا، كل اسره فيها عسكري او فيها ضابط، ما فيناش حد ما عندوش حد ما راحش الجيش، يعني هو جزء من نسيج الناس، الجيش ده جزء من نسيج الناس، فطبيعي جدا انه الواد اللي جاي من قريه مجند ولا الضابط اللي بيتعلم انه يخدم الناس انه يعمل حاجه زي كده، انما القصه دي تنفع تبقى في امريكا اللاتينيه في جمهوريات المنظر؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن. يعني فدي مسائل انا بقولها، انا بتكلم ليه بالطريقه، احنا لما بنيجي هنا في هنا دوات مش بنعمل احنا بنعمل كلنا عصر ذهني، اجمل حاجه في هذه الندوات ان احنا كلنا بنعمل عصر ذهني، فبنتعلم من بعض، انا شخصيا بستفيد جدا من كل الكلام، بستفيد منه في كتابه بتاعتي، فلما بنقول ده يعني ما هواش لا انتقاص من قدر الكتابة ولا من قيمتها، ولكن بنقول مشاكل بتقابلنا واحنا بنكتب، فأنا شايفة إن القصة دي مثلتها فيها المشكلة، فيها مشكلة عندما أكتب عن شيء ليه طابع خاص أو محلي يجب تبيان ملابسات. القصة الأخرى اللي فيها نفس المشكلة دي اللي عايزة أقول لكم عليها برضو، القصة اللي هي عن والدي،